السلام عليكم. كيما شفتوا المباراة تاع اليوم؟ ما كانتش مباراة سهلة، فريق الخصم كان خصم قوي. نقول لك حنا ما كانش عندنا، كان عندنا غير تحقيق 3 نقاط اللي يحتحي الامل تاعنا في التاهل الدور الثاني ان شاء الله. بالك الهدف جا حتى الدقيقه الاخيره، حنا ما حش نفشلو ان شاء الله. مازال عندنا 3 مباريات نجيروها ماتش بار ماتش، وان شاء الله نروحوا للدور الثاني ان شاء الله. الثقه تجيب بالمباريات وبالفوز، الفوز هو اللي يجيب الثقه ان شاء الله. حنا دوك عندنا مباراه تاع بطوله نحضرها كما ينبغي، ومن بعد نجيروا ماتش بار ماتش ان شاء الله. والله واش نقول لك، ما الاحساس تاع كاع اللاعبين. بالك كيما انا سجلت كان يقدر يسجل لاعب واحد اخر، والاهم اللي حقنا هو 3 نقاط. بالك الهدف جاء في الدقيقه الاخرى اللي صبرنا وتابرنا حتى الدقيقه الاخرى، الحمد لله هذا الفضل جاء بالله عز وجل، وامننا حتى الدقيقه الاخرى.